حلال العقد أيضا في هذه القائمة، بينما السفاح تسلط فيها الأضواء على النجم الكبير جدا نيمار، المرمى المعروف في المنتخب الليبالي والبلاهي، إلى محمد رضا أزادي هو اللاعب الأكثر خطورة في حاول الضغط على محمد رشيد مظاهري، ياسر من جديد يلعب كرة إلى نيمار يكسب خطأ من خلالها نيمار يتطلع للفوز، جيسوس بالتحديد لديه مع نيمار، خذوا هات يسدد بهيك الكرة، الله لكن راية ترفع، ماينج هل كان فيها شيء؟ لا يبدو ذلك على الإطلاق من الوهلة الأولى على الأقل هذه الكرة، وهنا التوقف التقدم وهذه الكرة عادت لدى كنو، لمسة حاضرة دوري الأبطال، نساجي يبدأ مهاجما الآن ويرسل كرة والكرة تصل سهلة، الكرة فيها ارتداد من البلاهي سيطر عليها بطريقة أكثر من ذا، يظهر ذاته في هذه الأجواء كما يتقدم الآن، لك الكرة من النهاية فضل إعادتها للخلف، الكرة تذهب الآن لميشيل، إرسال كرة في العمق، يرسل كرة لكنها بعيدة تصل إلى خارج أرضية الهلالية، لذلك ننتظر ونتوقع يا جيسوس استغلال هذه الهيمنة، يتصدرها حتى الآن نساجي بثلاث نقاط بفوزه، خرج يرسل كرة ذكية باتجاه البريك بانتظار العرضية، مترو الله، نعم يخافون من اسمه، يخافون من اسمه، الله يا متروفيتش، يا مترو الرياض، مترو الرياض يعبر بالأزرق محطة أزادي ويضرب الآن، يضرب الآن ويقتحم له، الله ما طالت وما زالت، يحييك الأزرق، يحييك يحييك الله، مهمة وثمينة لصدارة مجموعة، الكرة ما زالت، الكرة تذهب إلى الكرة مرة أخرى، هو في الرأس سفاح لا يرحم، الكرة ما زقاط والهلال نقطة، الهلال يستطيع كسب هذه المباراة ليعتلي صدارة هذه المجموعة بالنقاط الأربع، هذا عند صابر حرداني يمرر كرة خطيرة لنساجي، محاولة المرور خطيرة جدا، انقاذ من كوليبالي، عادت الكرة ميشيل جديد، سلمان حافظ على كرتك، يشعر رمانة الأزرق وهو يسير يتحرك يرسل كرة، كرة سهلة لدى وبنجومه وهيبته، الله على التمريرات، الله على كرة، لكن في الكرة صابر حرداني من الجهة اليسرى، خطأ للفريق الإيراني، خطأ على ميشيل على التنفيذ بكرة إبعاد ناجح، تغطية أمامه، يدخل الصندوق ميشيل يحافظ على كرة خطأ، تم احتسابه على متروفيتش لوحيد محمد زاده، وهنا يكون الحوار الصعب.